وزارة الزراعة أعلنت أنه تم البدء في طرح أطباق بيض المائدة في منافذ الوزارة بأسعار أقل من مثيلتها في السوق بواقع 62 جنيه للبيض الأبيض و64 جنيه للأحمر، وده في الوقت اللي بدأت فيه أسعار الدواجن في الانخفاض بشكل كبير. خلينا نعرف تفاصيل أكتر من المهندس محمود العناني رئيس اتحاد منتجي الدواجن. صباح الخير حضرتك يا فندم، وأهلا بيك معنا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا فندم، أهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم. طيب في البدايه خلينا نعرف من حضرتك اسباب انخفاض اسعار الدواجن، وبقت بتتراوح اسعارها من كام لكام دلوقتي؟ هو يعني انا عاوز بس اعمل مقدمه بسيطه، ان الاسعار الدواجن والبيض الايام دي طبعا مرتفعه عن مثلا من سنه ونص، وطبعا هو السبب معروف اللي هي الاسعار العالميه. يعني ليست مصر فقط، ولكن الأسعار، ارتفاع أسعار الحبوب في العالم ده مشكلة عالمية، مش ليست في مصر. طبعا سيادتك عارفة اللي حصل أصلا بعد الكوفيد 19، فالمخزونات العالمية اتأثرت وحصل ديسربشن في عمليات الإمداد، وسيادتك عارفة إيه اللي حصل في الصين، إن أغلب المراكب والكونتينرز بالملايين مركونة في المواني نتيجة مشكلة الكوفيد، انه الصين ماشية بحكاية زيرو كوفيد، فمقفلة بلاد معانا كثير من الموانئ بتاعتها مقفولة، وده مأثر في سلاسل الإمداد العالمية ورافع أسعار الخامات. هو ده السبب في ان أسعار البيض السنة دي وأسعار الفراخ مرتفعة، وإن كان مش مرتفعة نتيجة انه في نقص أو في شيء. هي مصر البلد الوحيدة في المنطقة اللي عندها اكتفاء ذاتي بنسبة 100%. يعني احنا عندنا طلبات من كل المنطقة، من الأردن ومن الإمارات ومن السعودية وحتى من تركيا، عاوزين بيض وفراخ من مصر، لأن احنا البلد الوحيدة اللي عندها اكتفاء ذاتي. وده شيء يعني ستك، ده شيء جيد ان مصر فيها المطلوب لاستهلاك الشعب. نعم. واحنا عندنا اكتفاء ذاتي يا دكتور في الحقيقه، بس يمكن حتى يعني علشان الكلمه دي برضو نوضحها تحديدا، لان يمكن المشاهد اللي بيسمعنا دلوقتي بيتساءل، طب ما احنا عندنا اكتفاء ذاتي، ليه الاسعار مرتفعه؟ هو سبب ارتفاع الاسعار ان الاسمده والحبوب اللي بتيجي من بره هي سعرها عالي على المربي او على المنتج، فعلشان كده بتاثر على التكلفه الاجماليه، صحيح؟ هي كده بالظبط. اسعار الذره والصويا، اضرب لسيادتك مثال، الذره يا فندم كان من قبل المشكلة دي كان ب 3000 جنيه 3100، دلوقتي وصل 8800، يعني شفتك مرتين ونص زيادة في السعر وفي كل شيء. وطبعا هي الفراخ مش بتاكل بس الذرة وسوريا، بالفيتامينات والبريميكسات والمينرالز والأملاح المعدنية والإنزيمات والحاجات اللي هي بتحسن صحة الفرخة، كل دي تعضعف بقى مش مرتين زي الذره والصويا، لا دي عده مرات. وطبعا زائد مصاريف النقل. مصاريف النقل سيادتك عارف يعني ان الكونتينرز اسعارها تضاعفت 10 مرات بسبب ارتفاع المحروقات. النقل الصب، صحيح، النقل الصب اللي هو الذره والصويا الكلام ده من الى 5 مرات، واحيانا ما بتلاقيش. فطبعا دي مشاكل عالميه مش مصر بس. وفي احصاء عملته شركه عالميه بتدرس اسعار في العالم، سعر البيض في مصر من ارخص الاسعار في العالم. احنا ترتيبنا طالع 94 من 105، يعني فوقنا 94 دوله ارخص من اغلى منا، وفي 11 ارخص منا، دي البلاد ثاني بلد ورانا على طول اللي زي سعرها زينا هي اوكرانيا، اللي الذره والصويا فيها شبه مش عارفين يودوا فين. فده المقدمه. ستك اسالني حضرتك بقى، هنتكلم على التعاون، يعني يمكن في بروتوكول تعاون. البروتوكول ده تم ما بين اتحاد منتجي الدواجن ووزاره الزراعه لخفض اسعار البيض الخاص بالبيض والدواجن في الاسواق. ايوه يا فندم، هو الصراحه مش الزراعه بس، ووزاره التموين، المجمعات الاستهلاكية النيل والأهرام والشركة المصرية، لا شركات وزارة التموين، دي كلها نفس الحكاية. بدأوا من الخميس اللي فات، من يوم الخميس اللي فات وزارة الزراعة بدأت من امبارح بياخدوا البيض ب 60 وبيبيعوه ب 62.
صحيح. واخد بال حضرتك؟ وعلى فكرة احنا مش سعر مش ثابت، ده احنا بننزل مع البورصة، والبورصة نتيجة الضغط، الضغط على المنتجين والكلام في الإعلام والكلام، البورصة عمالة تنزل لأن التجار اللي بتشيل بتخاف كله، فالسعر وصل انخفض عن كده، وهنخفض التوريد عن كده بإذن الله. يعني هيكون في بيض، يعني هو النهارده ب 62، هيكون في بيض أرخص من كده كمان أيام. يعني سعر البيض هيقل يا فندم؟ هيقل يا فندم. طيب بما ان احنا لسه بنتكلم برضو عن الاسعار، في ناس تتساءل ليه اسعار الدواجن في المزارع تقريبا سعرها 29 جنيه وفي المحلات 40 جنيه. ايوه ده سؤال بقى مهم جدا، ويجب انتوا كاعلام يعني تجيبوا المختصين. احنا احنا الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، احنا بننتج الفراخ بتنباع ب 29 وتكلفتها 32 33، يعني المنتجين بيخسروا، وإذا الخسائر دي خطيرة جدا، وإذا الكلام اللي احنا بنقوله ما تضغطوش على المنتجين علشان يستمروا في دخول دورات جديدة. أيوة سعر الإنتاج ده يا فندم دلوقتي بعد الأزمات اللي حضرتك بتتحدث عنها؟ أيوة طبعا. انخفض السعر منخفض ل 29 جنيه، المزارعين بيخسروا. طب الفلوس دي بتروح بقى فين؟ الناس بتسألني تقول ده احنا بنشتريها من محلات الفراخ من الفرارجية بكذا و30 جنيه. طيب اقسم بالله احد المذيعين امبارح يقول لي انا شاريها ب 35. طب لو ب 35 واحنا مطلعينها ب 29، الفرق ده راح فين؟ 15 جنيه راحوا فين؟ طب مين بيحدد سعر الدواجن يا فندم في المحلات؟ نعم؟ مين اللي بيحدد السعر في المحلات؟ اللي هم اصحاب المحلات، اصحاب المحلات واللي بتاع، اللي بيحدد السعر للمنتجين هم السماسرة، والسماسرة دول مشكلة قومية ولازم الدولة تجد لهم حل، لأن الناس دي أصبحوا بالمئات، يعني طول عمر السماسرة بيبقوا 10 زمان، 5 6، دلوقتي بقوا مئات، وعلشان ياخد عدد أكبر من المشترين أو التجار أو العربيات تشيل بيتنافسوا في تخفيض السعر. ودي كارثه، كارثه قوميه، ان احنا مصر عندنا عندنا انتاج يكفي مصر، وبعدين تضطر الناس تخسر وتطلع من الانتاج ويحصل شورت والاسعار ترتفع. فدي نقطه باذن الله تعالى بنبحثها مع معالي وزير الزراعه، ازاي نجد هؤلاء السماسره نحطهم في اطار قانوني بحيث انه يبقى هم معروف اسمه ايه والسجل التجاري بتاعه كذا، مش عملية انه كل واحد عامل له صفحة وعلشان يجيب شوية عربيات كوم ينزل السعر والمنتج يخسر ويطلع من السوق. طبعا بنشكر حضرتك جزيل الشكر المهندس محمود العني رئيس اتحاد منتجي الدواجن.